السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة بالحاج ايكونوميست، نتمنى من الله أنكم تكونوا على خير إن شاء الله. ما زلنا في سلسلة شروحات مادة ديال لا كونتابيتي جينيرال. في الفيديو الماضي، الفيديو اللي كان فيديو رقم واحد، شفنا فيه لا ديفينيسيون ديال لا كونتابيلتي جينيرال، شفنا فيه الأهداف ديالها لي زوبجيكتيف ديال لا كونتابيلتي جينيرال، شفنا فيه لونغوجيسترومون كونتابل، شفنا الأنواع ديال لا كونتابيلتي يعني لي تيب ديال لا كونتابيلتي. شفنا عاوتاني لي زيتا دو سانتيز اللي تديرو من لوتروبريز في لافان ديال شاك اكزرسيس كونطابل، وشفنا لي ستركتور فوندامونتال ديال لا كونطابيليتي. في الفيديو ديال هاد النهار اللي هو الفيديو رقم 2، غادي نشوفو فيه ان شاء الله لي سات برانسيب كونطابل. غادي نشوفو واحد 7 ديال المبادئ اللي هما اساسيين في لا كونطابيليتي جينيرال، يعني ما نقدروش نهضرو على لا كونطابيليتي جينيرال بلا ما نهضرو على لي سات برانسيب كونطابل، اللي هما واحد 7 ديال البرانسيب اللي هما فوندامونتال. وهاد 7 ديال البرانسيب راه تتحطو دائما في سواء في لي زيكزامان ولا في لي كونكور، سواء في لابارتي اكري ولا ديستي لورال. لا قدر الله ديستي لورال، راه ضروري تطرح لك السؤال ديالك شنو هما لي سات برانسيب كونطابل، ولا تعطيك شي برانسيب ديالك ولا دير لا ديفينيسيون ديالو ولا عطيني اكزومبل ديالو. هاد الفيديو هذا ان شاء الله في هاد النهار غادي نحاول ان شاء الله نشوف شنو هما لي سات برانسيب، وغادي نشوف ان شاء الله لا ديفينيسيون ديال كل واحد ديالهم ان شاء الله. نبداو على بركه الله. البون ديال لا فيديو ديالنا، شنو غنشوفو في الفيديو ديالنا؟ غادي نشوفو لي برانسيب كونطابل فوندامونتو، يعني غادي نشوفو ديك 7 ديال لي برانسيب كونطابل لي هما فوندامونتو، وغادي نشوفو شنو هما الأهداف ديالهم، شنو هما لي زوبجيكتيف. النقطة الثانية إن شاء الله نبداو على بركة الله. النقطة الأولى، لي برانسيب كونطابل فوندامونتو روكوني أو نيفو انترناسيونال إي أدوبتي باغ لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل كي سون أو نومبر دو 7. هاد لي برانسيب كونطابل شحال العدد ديالهم؟ هما 7، وهادو تيتعترف بهم او نيفو انترناسيونال، يعني عالميا تيعترفوا بهاد 7 ديال البرانسيب كونطابل، واصلا هما راجع بهم الكود جينيرال ديال نورماليزاس كونطابل، يعني المدونه العامه ديال المحاسبه، يعني حتى هي تعترف بهم وتانسيتي، يعني تتشجع وتتفرض على الشركات انها تحترم هاد 7 ديال المبادئ اللي هما اساسيين في لا كونطابيليتي. شنو هما هاد المبادئ الاساسيه؟ في المبدا الاول تلقاو لو برانسيب دو لا كونتينيتي دو ليكسبلواتاسيون. المبدا الثاني هو لو برانسيب دو لا بيرمانونس دي ميثود. برانسيب الثالث لو برانسيب دو كو هيستوريك. برانسيب الرابع لو برانسيب دو سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس. برانسيب الخامس لو برانسيب دو بريدونس. برانسيب السادس لو برانسيب دو كلارتي. برانسيب السابع لو برانسيب دامبورتونس سيغنيفيكاتيف. هاد لوغدغ هذا وهاد الترتيب من 1 2 3 حتى ل 7 راه ماشي انا اللي درت هذا الترتيب هذا، ولكن راه سي لو كود جينيرال نورماليزاسيون كونطابل هو اللي جابه، وراه وجا اصلا او نيفو انترناسيونال هكا مرتبين. علاش؟ لقاش كاين واحد هاد الكلاس مو هكا بهاد اللغه هذا بهاد الترتيب هذا، راه عنده واحد لامبورطونس، عنده واحد الاهميه كبيره. علاش؟ لقاش لو برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون راه مهم اكثر من هاد لو برانسيب السابع اللي هو لو برانسيب دامبورطونس سينيفيكاتيف. يعني لي برانسيب مثلا الا خديتي اكزومبل ما بين الواحد والسبعه، شكون اللي اهم اكثر؟ راه هو لو برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. يعني ما نقدرش انا نوصل لهاد لو برانسيب السابع الا ما كانش هاد لو برانسيب هذا في الاصل ديالو، وما نقدرش نوصل عاوتاني للبرانسيب السادس الا ما كانش هاد البرانسيب الثاني الى اخره. يعني كل واحد يكمل الاخر الى اخره. هذاك الشيء باش هما ترتبوا بواحد لوغ، لواحد الترتيب اللي عنده بيان سور عنده واحد الاهميه كبيره. وراه مع مرور الوقت راه ما تلقاوش غير هاد السات برانسيب، كاينين دوطخ برانسيب في لا كونتابيليتي، كما مثلا البرانسيب ديال نون كومبونساسيون، كاين البرانسيب ديال بارتي دوبل، كاينين بزاف ديال لي برانسيب، ولكن اللي هما فوندامونتو اللي هما اساسي اللي خص الطالب يعرفهم باش انه يخدم مزيان لا كونتابيليتي جينيرال ديالو، باش انه يمشي مزيان ويعرف لا لوجيك ديال الميكانيزم كونتابل كيفاش تيخدم هذا الميكانيزم هذا، راه خصك تكون عارف هاد 7 ديال المبادئ اللي هما اساسيين في لا كونتابيليتي جينيرال. نبداو على بركة الله، غادي نشوفو شنو هو لو برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون في النقطة الأولى ديالنا. البرانسيب ديال لا كونتينيتي ديكسبلواتاسيون، يعني أنا حاولت ندير لكم هنا واحد لا تخدكسيون بالعربي، حاولت ندير لا تخدكسيون، هو مبدأ استمرارية العمل، يعني خص تكون واحد الاستمرارية في العمل. شتي قلنا هذا البرانسيب هذا؟ تيقولنا سولون سو برانسيب لونتوبخيز دوا إيتابليغ سي زيتا دو سانتيز، يعني قالك انطلاقا من هذا المبدأ هذا، الشركة خاصها تدير هادوك لي زيتا دو سانتيز كنا شفنا في لانتخودكسيون اللي هما اون نوت دو 5، البيلون سي بي سي، لي زاتسو دي جيستيون، لي تيك، الطابلو دو فينونسمون، يعني خمسة ديال لي زيتا، هادوك الخمسة ديال لي زيتا دو فينونسمون، هادوك الخمسة ديال لي زيتا دو سانتيز خاص لونتربريز ديرهم دو لا بيرسبكتيف، يعني بهاديك النية دي بورسويت نورمال دي سيز اكتيفيتي، يعني خاصها دير هادوك لي زيتا دو سانتيز اللي هما الخمسة بواحد النية ديال الاستمرارية ولا لا بورسويت نورمال دي سيز اكتيفيتي، يعني الانشطة ديالها، يعني خاصها تكون عندها هذيك النية وهي تدير هذيك زيتا سانتيز انها غادي تكمل النشاط ديالها، ما يكونش واحد التوقف الى اخره.
Dans le cas, ولكن, dans le cas de la liquidation ou la scission de l'activité de l'entreprise, يعني فاش تكون la liquidation, يعني la dissolution ديال الشركة, يعني تفكيك ديال الشركة ولا التوقف ديال النشاط ديال الشركة, التوقف إما تكون إما جزئي ولا كلي, سويت أن بروبليم, يعني توقف الشركة لاكتيفيتي الشركة, إما تكون واحد مشكل توقف تكون كلي ولا جزئي بسبب واحد المشكل. حاجة المشاكل التي تؤدي إلى توقف الاكتيفيتي دونتربريز مثلا بيرداني لي مود اكتيف مثلا إلا تحرقات لا شي ماشين اللي هي امبورطونت بزاف اللي يعني واحد لا ماشين هي ولا بغيتي تقول لونتربريز هي ديك لا ماشين يعني إلا ما كانش هذيك لا ماشين يعني لونتربريز ما يمكنش تخدم ما تقدرش دير ليكسبلوطاسيون ديالها يعني ما تقدرش تعمل بيرداني لي مود اكتيف ولا ان كريز فينونسيير مثلا إلا طاحت الشركة في واحد لا كريز فينونسيير واحد الضائقة مالية يعني إذا طاحت واحد الأزمة مالية يعني فهادي راه parmi les causes تقدر تكون بين الاسباب اللي تيديروا لا سيسيون يعني تيديروا التوقف ديال الاكتيفيتي الى اخره يعني تلقاو مجموعه ديال الاسباب مجموعه ديال المشاكل اللي تيديروا لنا لا سيسيون اما توتال ولا تيديروا لنا اما التوقف الكلي ولا جزئي ديال الاكتيفيتي ديال الشركه سو برينسيپ اي ابوندون يعني فاش يكون داك التوقف ولا تكون لا ليكيداسيون يعني البيع ديال الشركه ولا التفكك ديال الشركه هذا البرينسيپ راه تن ابوندونيو يعني تنتخلاو عليه وكما قلت لكم قبيلات بان هاد السات برينسيپ راهم مرتبين بواحد لوغدر اللي هو دامبورطونس يعني يعني هذا البرينسيپ الاول هو لو بلو امبورطون هو الاهم اكثر يعني فاش يطيح هاد البرينسيپ غنحاول ندير لكم هنايا هاد ليماج هادي يعني فاش يطيح هاد البرينسيپ تيطيحوا لي زوتر برينسيپ يعني ما يمكنش ندوزو لي زوتر برينسيپ اصلا الا ما كانش واحد لا كونتينيتي ما كانش واحد الكونتينيتي ديكسبلوطاسيون صافي الشركه توقفات عن العمل يعني سي با لا بين باش اننا نهضروا على لي زوتر برينسيپ غادي نعطيكم واحد ليكزومبل غادي نشوفوا فيه دون لو كاد لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون كيفاش لونتربريز تكون عندها ديك النيه ديال لا بورسويت ولا ديال لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون بالنسبه للطلبه الجدد اللي عاد اول خطره تيقراو هذا الموديل هذا ديال لا كونطابيتي جينيرال راه بور لو مومون حاول تعرف غير لا ديفينيسيون حاول تعرف غير لا ديفينيسيون هو لو بلوز امبورطون ولكن راه كاين بيان سو كاين طلبه اللي فايتين قراو شي في الليسي ولا عاودوا العام ولا افونسي في لي كور ديالهم le plus important c'est que tu as la comptabilité générale tu as la définition ou tu as le niveau l'oul l'exemple est un peu difficile mais tu as essayé de faire un peu de dans le cas de la continuité de l'exploitation dans ce cas, c'est que tu as une l'exploitation في العمل ديال الشركه في الانتاج ديال الشركه ناخذ واحد ليكزومبل واحد الماتيريال ان ماتيريال دو ترونسبور واحد الماتيريال اللي هو ديال الترونسبور ديال النقل اكيلو 11 2020 يعني واحد الاله ديال النقل واحد الشاحنه مثلا ديال النقل شاتها الشركه في 1 جونفي 2020 بوغ ان مونطو توتال ديال 200000 درهم يعني شاتها ب 20 مليون بيان سور اور تاكس امورتي لينيرمون او تو ديال 20% يعني فاش تكون لوطو ديال لامورتيسمون 20% يعني واحد المقسومه يعني 100 مقسومه على 20 يعني لا دوغي دو في هي 5 يعني دوغي دو في ديال هاد الماتيريال هي 5 شنو هي امورتي لينيرمون يعني هي هذيك لا كونستاتاسيون كونطابل ديال لامورتيسمون ديال هاد الماتيريال يعني لا ديغراداسيون ديال لا فالور بيان سور كونطابلمون لا فالور ديال هاد الماتيريال هذا حنا قلنا بان لا دوغي ديال الفي ديال هاد الماتيريال هي 5 يعني هذيك لانويتي غادي تكون كونستانت يعني غادي نقطع ديك 200000 درهم اللي هي لو كو ولا لو بري ديال لاكيزيسيون ديال هاد الماتيريال غادي نضربو في 20% غادي يعطيني واحد النويتي يعني 40000 درهم يعني شنو يعني 40000 درهم هاد 40000 درهم هي هذيك لا كونستاتاسيون كونطابل ديال لا ديمينيسيون يعني الانخفاض ديال القيمه ديال هاد الماتيريال دو ترونسبور يعني كل عام هاد الماتيريال هذا دو ترونسبور يعني هاد الشاحنه اللي شات مثلا هاد الشركه هادي كل عام القيمه ديالها غتنقص ب 40000 درهم غتنقص ب 4% كل عام راه لوجيك يعني الشاحنه شريتيها في 1 جونفي والشركه تدير واحد ليكسبلوطاسيون مثلا تدير ترونسبور ديال الماتير برومبيير اللي هي ثقيله بزاف مثلا الرمله ولا الحجار ولا الى اخره يعني هذيك الشاحنه راه كي في لو 1 راه ليطا ديالها الحاله ديالها في 1 جونفي راه ماشي هي الحاله ديالها في 31/12 لا ميم اني يعني بيان سور راه تتنقص الحاله ديالها يعني حتى هذيك لا بويسونس ديالها باش انها تجبد الى اخره تتنقص هذاك الشيء باش لونتربريز تتكونستاتي هاد لي زاموغتيسمون باش انا من بعد عندها الحق نقصهم لي برودوي باش انا من بعد عندها الحق نقصهم لامبو لا ديفيرسي ليت المهم هذا واحد لونشينمون واحد اخر ليسونسيال بور لو مومون اننا نعرفوا غير شنو هي لا كونتينيتي ديكسبورت كيفاش انا لونتربريز تدير هذيك الاستمراريه ديال العمل ديالها بالنيه ديال الاستمراريه ما تكونش توقف يعني في لو 31/12 من لا ميم اني لونتربريز تكونستاتي لامورتيسمون ديال هاد الماتيريال هادي اللي هو 40000 درهم يعني القيمه ديال هاد الماتيريال هذا في لو 31/12 غتنقص عطات 160 يعني 200000 درهم اللي هو البري داكيزيسيون ناقص 40000 لانويتي ديال العام الاول يعني لا ديمينيسيون ديال لا فالور ديال الماتيريال العام الاول غتعطي 160000 درهم هذه هي لا فالور ديال الماتيريال هذا العام الثاني كذلك يعني 2021 2022 2023 حتى 2024
يعني في 2024 هاد الماتيريال هادي شي حاجه تولي تساوي القيمه ديالو تساوي زيرو. هنا راه 40000 هي اللي هي لانويتي كونستانت اللي لحقاش قلنا بان لا مختسمو لينيرمو يعني ما تتبدلش هاد لانويتي ديال لا مختسمو تبقى كونستانت ما تتبدلش من عام الى اخر. تشوفوا راه هي لا ميم انويتي سواء 2020 حتى 2024 راه بقات لا ميم انويتي. شنو قلنا بان لونتربريز فهاد لوكا هادي ديالنا راه كاينه واحد النيه ديال الاستمراريه ديال العمل، واحد النيه ديال لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون. هذاك الشيء باش كل الاخر ديال السنه كل اخر ديال السنه ولا اكزيرسيس كونطابل لونتربريز تكونستاتي لا تكونستاتي لا دوتاسيون ولا لامورتيسمون ديال هاد الماتيريال هادي. يعني كل عام تقول لك في هاد السنه ها لا فالور كونطابل ديال هاد الماتيريال ديالو في 2022 ها لا فالور كونطابل ديالو الى اخره تتوصل 0%. يعني فاش توصل 0% فاش توصل 0 درهم يعني هاد الماتيريال اللي توتالمون امورتي خصو يتحيد من الباتريمون ما تبقاش في الشركه خصو يتسحب. هذه هي الكونتينيتي ديكسبلوطاسيون. يعني كل عام اونتربريز تكونستاتي هذاك لامورتيسمون ديال الماتيريال وتونجستري في لي ستات سانتيز ديالها الى اخره حتى تيوصل لزيرو درهم. يعني فاش يولي زيرو درهم ديك الساعه راه توتالمون امورتي خصو يتحيد من البيل. هذه هي دون لوكا ديال الكونتينيتي ديكسبلوطاسيون. غنشوفو دابا لوكا كونتخيغ دون لوكا ديال ليكيداسيون دون اونتربريز، يعني دون لوكا ديال ديسوليسيون، يعني اما بيع الشركه ولا تحلت الشركه، يعني تتولي لا نون كونتينيتي، يعني ما كاينش واحد الاستمرار غادي تبقى. ناخذوا لو ميم اكزومبل الماتيريال ديال الترونسبور اللي شراته في لو 1 جونفي 2020 بوغ ان مونطو ديال 2000 درهم اللي هي اور تاكس اي امورتيسابل لينيرمون او طو ديال 20% دوغي دو في 5. دوغي دو في قلنا كيفاش لقيناها، درنا 100 اللي 100% مقسوم على 20% غتعطينا 5 اللي هي 5. بيان سيغ ولا مورتيسمون تنديرو على لو بخي فاش تكون لا تي في لي ريكوبيرابل، تنديرو على لو بخي ديال لاكيزيسيون اور تاكس فاش تكون تي في نو ريكوبيرابل لا مورتيسمون اللي كالكولي سور لو بخي تي تي سي. هاد الماتيريال دابا اللي قلنا شريت لونتربريز في لو 1 جونفي 2020 باعتو في لو 26 2021. علاش؟ لحقاش ما كاينش واحد الاستمراريه ديال لا كونتينيتي ديال ليكسبلوطاسيون. صافي الشركه فككات غادي تتباع، يتباعوا لي زينو ديالها، يتباع الباتريمون داكشي اللي يتباع غادي يتباع، غير هاد سميتو ليطا حتى شي كري شي ضرائب يتخلصوا، لي سالاري كذلك، هذوك العمال حتى هما تتفلش حتى تخلصوا من الشركه الى اخره. يعني هاد الناس اللي اقترضوا الشركه عاوتاني كذلك تتخلصوا وداكشي اللي تيبقى تنبيعوا. ودابا فاش دابا في لو 26 هاد الماتيريال غادي يتباع. شنو هي كيفاش دير ليفالويشن ديال هاد الماتيريال؟ كيفاش دير ليفاليس؟ قبيله كنا تنشوفوا بان كانت ليفالويشن ديالو يعني التقييم ديال الماتيريال كانت كونستون، يعني كل عام تنكونستاتيو لا دوتاسيون ديال المختصمون هذاك الماتيريال تنوجدها في هذا في الكونطابيتي. دابا لا، دابا ليفالويشن ديال هاد الماتيريال ايفا شونجي لحقاش ما كايناش لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، كاين صافي كاينه واحد لا نو كونتينيتي، كاين صافي هاد الشركه غادي تتباع خصنا نبيعو الماتيريال ديالها. كيفاش غنديرو ليفالياسيون ديالها؟ اول حاجه تنديرو هي تنديتيرمينو لو كومول د امورتيسمون، يعني تنجمعو كاع هادوك لي زامورتيسمون من نهار اللي شريناه يعني من لو 1/1/2020 حتى لو 26 يعني النهار اللي تباع فيها هاد الماتيريال دو ترونسبور يعني هاد الشاحنه ديال النقل. كيفاش يتحسب كومول د امورتيسمون؟ تقبطو لا فالور دوريجين، في او هي لا فالور دوريجين، انا درتكم هنايا المفتاح ديال هاد لي زابريفياسيون. في او هي الفالور دوريجين ولا الفالور دونتري ولا الفالور هيستوريك اللي غادي نشوفوه من بعد فواحد البرينسيپ اللي هو برينسيپ كو هيستوريك. فالور دوريجين فوا لو طو تي هو لو طو هو لو طو دامورتيسمون اللي هو 20% فوا ان فوا ان الا كنا تريزونيو باغ لي زاني دوتيليزاسيون واما تريزونيو ب ام ام سا ديغ لي مو. علاش انا قسمت على 100 وعلاش انا قسم ضربت في 100 ضربتها في 12؟ انا قسمت على 100 لحقاش ان عندي بليزاين، يعني العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس الى اخره. لو طو المقسوم على 100 هذاك الشيء باش هنايا راه شي كامل مقسوم على 100. هنا العكس، هنا عندي تريزون بلي موا يعني اوتوماتيكمون لو طو مقسوم على 100 و ام يعني لي موا مقسومين على 2 باش يعطينا شحال، واش نص عام ولا ربع عام الى اخره. هذاك الشيء باش غادي تجمع حتى تعطيكم 1200. دابا الكوميل دامورتيسمون ديالنا شنو تيساوي؟ هو 200000 درهم يعني البري داكيزيسيون الثمن باش شرينا ديك الشاحنه، تنضربوها ب 20% اللي هو لو طو دامورتيسمون، يعني هذاك لو طو باش نكونستاتيو هذيك لا ديغراداسيون ولا هذاك الانخفاض ديال الثمن ديال هذيك الشاحنه كونطابلون. تنضربوها ب 20% تنضربوها في 1.5. علاش 1.5؟ لحقاش ريزونيت هنايا بالسنوات، يعني ما بين 1/1/2020 حتى 20/6، يعني راه عندي عام ديال 2020 كامل وهي 1 زائد 0.5 يعني نص عام من 2021 يعني هي 1.5. بغيتي تريزوني بلي موا ما كاينش المشكل، يعني الا حسبتي من 1/1/2020 حتى 20/6 غتلقى 18 شهر، غير هو فاش تبغي تقسم رد البال،
يعني راه ما تقسمش على 100، تقسم على ريزون تيبلي ما تقسم على 1200، يعني هي 100 فوا 2 باش 100 ديال البورسونتاج و12 ديال لي مو. فتعطينا دابا الكمية ديال موكتيسمو، يعني من نهار شرينا حتى نهار بغينا نبيعوه شحال جمعنا ديال موكتيسمو؟ جمعنا 60000 درهم. 60000 درهم هي هذيك لا ديكاراسيون ولا هذاك هذاك الانخفاض ديال القيمه ديال ديك الشاحنه من نهار شريناه حتى نهار اللي بغينا نبيعو. دابا لافينا هي القيمه لا فالور كونطابل ديال هذاك الماتيريال لا رينجي نبيعو، يعني لا فالور دوريجين هي اللي هي لا فالور داكيزيسيون تنقص منها الكوميل د امورتيسمون تعطينا لا فينا، يعني القيمه ديال هذاك الماتيريال يعني كونطابلوم لاحظتوا يعني راه كاين فرق ما بين ليكزومبل الاول اللي فيه لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون وليكزومبل الثاني اللي فيه لا نون كونتينيتي، يعني الطريقه باش نيفالوي لو باتريمون ديالي وباش نيفالوي لو ماتيريال ديالي ولا لي زيموبيليزاسيون ديالي راه سا شونج الفرق ما بين لا كونتينيتي ولا نون كونتينيتي. يعني لا في ان ديال الماتيريال ديالي اللي غادي نبيع راه تساوي 140000 درهم، يعني هذه هي القيمه ديال الماتيريال ديالي في هذيك الوقيته، ماشي بحال الا رجعتوا ليكزومبل الاخر فاش كانت في 2021 راه ما تلقاوش نفس القيمه ديال الماتيريال، ما تلقاوش نفس القيمه لحقاش هذه الطريقه فيها لا نون كونتينيتي والاخرى فيها لا كونتينيتي، يعني لي فالور فون غادي يختلفوا. نشوفوا دابا هادو دابا لي زيموبيليزاسيون، يعني واحد لي زيموبيليزاسيون اللي القيمه ديالو تنخفض مع الوقت. نشوفوا دابا واحد لي موبيليزاسيون، نشوفوا واحد لي ليمو واحد كيف في بارتي من الباتريمون الثروه ديال الشركه اللي مع الوقت تيتعب شنو هما اللي تيها. نشوفوا هاد ليكزومبل هذا في 15/6/2010 واحد الشركه شرات واحد لو تيرا اللي عنده واحد لا سوبرفيسي ديال المساحه ديالو هي 1500 متر كاري. شحال شراتو؟ شراتو ب 150000 درهم، شهادة 15/6/2010. اللي خصكم تنوطيوه ان لي تيغان فون بارتي دي زيموبيليزون امورتيسابل، يعني مثلا هاد لي تيغان هادوك الاراضي البقع الارضيه البقع الارضيه ما تتنخفضش القيمه ديالهم مع الوقت. باغ كونطخ مي ال بو فيغ لوبجي ديال واحد لا بروفيزيون، يعني شنو هي بروفيزيون؟ يعني تنوفر واحد المبلغ ديال المال علاش؟ باش كونستاتي باش نواجه هذوك لي ريسك بروبابل مي نون سيغتان. نقدر باش مثلا واحد النهار قلت بان هذيك التيران هذيك التيران راه تقدر تنخفض القيمه ديالو، فاش تنخفض القيمه ديالو هادي وحتى هادشي اللي تنقول لكم دابا تنخفض القيمه ديالو غير بروبابل، راه حتى هذا راه كاين فواحد لو برانسيب تتم برانسيب تخوي دونس غادي نشوفو كيفاش لي زيكزومبل سون لي، يعني باش نعطيك غير ليكزومبل خصك تكون عارف بعدا لي برانسيب الاخرين ولكن سانونبيش با. هاد لا بروفيزيون تديرها الشركه علاش؟ باش تكون واحد تيكون واحد لو ريسك تيكون واحد الخطر اللي هو محتمل ان القيمه ديال هذيك الارض غادي تنخفض مع الوقت، داكشي باش دير واحد البروفيزيون باش تكوفري هذاك باش تكوفري على هذاك لو ريسك ولا هذاك الخطر مي با د لامورتيسمون، يعني مثلا كونستاتيوش هذيك لا ديمينيسيون ولا هذيك لا ديغراداسيون ديال لا فالور هذوك ديال لي ليمون. علاش؟ كي تعرفوا لي تيران راه باغ كونطخ راه القيمه ديالهم مع الوقت تتزاد ماشي تتنقص. باغ كونطخ كاينين لي تيغان اللي القيمه ديالهم تتنقص، شنو هما؟ هما لي تيغان دو جيزمون سون امورتيسابل دو في كيلزون اون دوري دوتيزاسيون بروبابل اون فونكسيون دو لا كونتيتي دي ماتيغ بروميير كيل بوف فورنيغ. هادوك لي تيغان دو جيزمون هما هادوك لي تيغان مثلا ديال لي كاريان، مثلا واحد التيغان شات نوتروبيز هاديك غتكون فيه غيكون فيه كاريان ديال الرملة، يعني نوتروبيز عارفة لي ديامتر ديال هاداك الكاريان شحال الرملة فيه. علاش عارفه لي ديامتر ديالو؟ لحقاش خصها تكونستاتي لي زاموغتيسمون ديالو، يعني هذاك التيران هي شراتو على اساس انها تخرج منه الرمله، يعني راه اين فوا تخرج ديك الرمله هذوك الاطنان ديال الرمله تخرج منه ما حدا تخرجهم والقيمه ديال هذاك الارض تنقص، يعني هنا تنكونستاتي لاموغتيسمون ديال هذاك لو تيران لي تيران ديال جيزمون هذيك باش نديرو لهم لاموغتيسمون ديالهم لحقاش القيمه ديالهم الكونطابلوم والقيمه ديالهم لا فالور كونطابل ديالهم تبقى غاده وتتنقص مع الوقت. هذاك الشيء باش نديرو لهم زاموغتيسمون. باغ كونطخ لي تيران اللي هما عاديين مثلا في واحد الجزيئه ولا في واحد ولا في مكان اللي هو سكني، يعني هذيك شرات في 2010 يعني في واحد الوقت راه القيمه ديال هذيك التيران تقدر تزاد ولا تقدر تطيح ثلاثه ولا اربعه المرات، يعني اللي خصكم تنوطيو مزيان في هاد لي دو باراغراف هما ان لي تيران ما تيتامورتاوش، باغ كونطخ نديرو لهم لي بروفيزيون، باغ كونطخ هادوك لي تيران دو جيزمون تيتامورتاو تنديرو لهم تنكونستاتيو لاموغتيسمون ديالهم. نشوفوا دابا كيفاش نديروا ليفالواسيون، كيفاش نديروا التقييم ديال هذا لو تيران هذا دو لوكا ديال كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، يعني في الحاله ديال مبدا استمراريه العمل. لو تيران سوغا ايفالوي ا سا فالور دوريجين، يعني 150000 درهم برانسيب كو هيستوريك، هذا عاد واحد البرانسيب غادي نشوفوه مع الوقت. يعني هاد لو تيران كيلكو سوا لي زاني، هنا دابا 2010 يعني في 2015 في 2020 2021 كيلكو سوا ليكزارسيس كونطابل راه يبقى بلا فالور دوريجين ديالو اللي هي 150000 درهم ما غاتبدلش.
علاش هنا كاين واحد لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، يعني كيما دخل هذاك كيما تشرى هذاك لو تيغا غيدخل الباتريمون غيدخل البيلون 150 درهم هو اللي هو الثمن باش تشرى. وهذا هادشي علاش شكون اللي تيحدد هادشي ولا شكون تيفرضو؟ تيفرضو واحد البرانسيب غادي نشوفوه من بعد اللي هو البرانسيب ديال لوكو هيستوريك دو لوكا ديال ليكيداسيون دونتربريز، يعني اللوكا اللي قلنا بان لونتربريز غادي تتباع ولا لا ديسولوسيون ولا التحلل ولا التفكك ديال الشركه، يعني تتكون هنا لا نون كونتينيتي. La valeur actuelle du terrain à la date de la vente sera plus élevée que sa valeur d'entrée. Par exemple, 400,000 dirhams en 2021. Et l'entreprise de tabac fait une liquidation de l'entreprise de tabac. L'évaluation de la tarif de tabac le terrain. Alors, je vais vous dire que nous avons 50,000 dirhams en 2021. ولكن هذا استعلي اكثر من 10 سنين باش شرينا، وكما قلت لكم راه لي تيران ولا هاد الاراضي راه مع الوقت تزاد الثمن ديالهم ماشي تينقص، ماشي بحال لي تيران جيزمو اللي كنا تنقص القيمه ديالو لحقاش انفو هذيك لا ماتير بروميير تحيدات منه، يعني هذيك الرمله تحيدات من هذيك الكاريان، يعني هذيك الكاريان ما بقات عنده حتى شي قيمه. يعني هنا لونتربريز فاش تبغي تبيع هذيك القيمه هذاك لونتربريز فاش تبغي تبيع هذاك لو تيران، يعني التقييم ديالو كيفاش غادي تبيعو راه تبيعو بهذيك لا فالور اكتويال ديالو. هادشي الفرق كيفاش داير، يعني دون لا بيرسبكتيف، يعني فهاديك النيه ديال لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون راه هاد لو ميم تيغان راه يبقى مكتوب في 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 لو بيلون 150,000 درهم، يبقى داخل في لو بيلون 150,000 درهم، يعني في ليزيمون بروت. ولكن فاش غادي تبغي دير البيع ديالو ولا لا سيسيون ديالو، يعني راه القيم ديالو راه يتبدل، يتباع بالفالور اكتويال ديالو، يعني القيمه الحاليه ديالو اللي هي 400,000 درهم. هذا هو الفرق ما بين لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون ولا نون كونتينيتي، يعني فاش تكون لا ليكيداسيون ولا لا سيساسيون ديال لاكتيفيتي ديال لونتربريز. البرانسيب الثاني هو لو برانسيب دو بريدونس، هو البرانسيب دو لا بيرمانونس دي ميثود، يعني مبدا هذا هو من الاساليب، يعني البرانسيب دو لا بيرمانونس دي ميثود. شنو هو هذا البرانسيب هذا؟ اون فيرتو دو برانسيب دو بيرمانونس دي ميثود لونتربريز ايتابلي سي زيتا دو سانتيز اون ابليكون لي ميم ريغل ديفالويسيون، يعني قال لك انطلاقا من هذا ومن هذا المبدا هذا لونتربريز، يعني الشركه تدير هذوك لي زيتات سانديس الخمسه اللي كنا قلنا ون ابليكون لي ميم ريغل ديفاليسيون، يعني بالتطبيق هذوك نفس هذوك الطرق ديال التقييم اللي تديرهم مع واحد ليكزيرسيس كونطابل واحد اخر. كيفاش شنو هما لي ميثود؟ هادو دي ميثود اوتيليزي بار لونتربريز بور تيديغميني لا فالور دي زيليمون دو باتريمون دو لونتربريز، يعني واحد المجموعه ديال الطرق تتبع من لونتربريز، واحد المجموعه ديال لي تكنيك تدير من لونتربريز باش انها تديتيرميني تعرف القيمه ديال هذوك لي زيليمون ولا هذوك لي زيليمون العناصر اللي تيشكلوا لو باتريمون ديال تيشكلوا الثروه ديال هذيك الشركه. باغ اكزومبل عطيتكم هنا اكزومبل ديال كميب والفيفو، وهما واحد ان شاء الله هاد الجوج غادي تشوفوهم في لا كونتابيتي اناليتيك ان شاء الله في المستقبل. شنو هو الكميب؟ الكميب هو لو كوم مويان انيتير بونديري، والفيفو هاد واحد جوج ديال لي ميثود، واحد الجوج ديال لي تكنيك تديرهم لونتربريز بور ايفالوي باش انها تقيم سميتو تقييم لي ستوك ديالها، يعني فاش تبغي تخرج فاش تكون عندنا واحد ستوك انيسيال فاش تنزيدو عليه واحد لونتخي تنديرو لا سوم ديال لي فالور تنكسبها تنديفيزيو على لا سوم ديال لي كونتيتي تعطينا واحد لو كو. يعني انا فاش بغيت يخرج واحد بغيت يخرج واحد لا مارشونديز ولا واحد البرودوي فيني واحد لو ستوك فاش نبغي نخرجو تندير ليفالواسيون ديالو لا سورتي ديالو بهاد الكميب، يعني هاد الكميب هذاك الكو مويان انتر بونديري تنضربو في هاديك لا كونتيتي اللي خرجت تعطينا هاديك لا فالور اللي خرجت من ستوك. وبيان سور هاد الكميب والفيفو راه هادو هما جوج ديال لي ميثود اللي هما اوتوريزي باغ لا لوا باش ان لونتربريز ايفالوي هادوك لي زيليمون اللي تيخرجو هادوك العناصر اللي تيخرجو من لي ستوك ديالو. وكاينه بيان سور طرق اخرى هما لا فالور اكتويال، يعني القيمه الحاليه ديال لي ليمون، وكاينه لا فينا اللي شفنا في البرانسيب اللي هو في لوكا ديال نون كونتينيتي ديكسبلوطاسيون. يعني لونتربريز خصها تحترم هادوك لي ميثود، بحال مثلا هاد العام خدمات بالكميب، يعني العام الاخر خصها تخدم بالكميب والى اخره، يعني تختار واحد لا ميثود باش غادي تبقى تيفالوي لي ستوك ديالها وخصها تحترمها. واش هذا العام دارت كميب العام الاخر دير فيفو العام الاخر دير شي كميب وتبقى غادي تتقلب وتدير اللي قالها راسها؟ لا، تختار واحد الميثود ديفالواسيون ديال لي سورتي ستوك ديالها وتبقى خدامه بها. الى واحد النهار بغات هي بغات تبدلها يمكن لها تبدلها، ولكن بغات تخمونسيون دو لي تيك هادشي غادي نشوفو من بلاد شويه. يعني خصها تريسبكتي الشركه خصها تحترم هاد لي ميثود ديفالواسيون وهاد لي ميثود وهاد دو بريزونطاسيون دان اكزرسيس الوتر سو كو فاسيليت بار لا سويت ان كومباريزون دو لو طون اي دون ليسباس بور اون ميور بريز دو ديسيزيون. يعني الا لونتربريز احترمت هادوك لي ميثود باش انها تيفاليو باش انها تقيم لي زيلمون ديال الباتريمون ديالها وديال البريزونطاسيون من واحد ليكزرسيس الى واحد ليكزرسيس، يعني غادي تكون بيان سور تيسهل عليها الامور من بعد. علاش؟ باش انها تدير واحد
comparaison, واحد مقارنة دو لو طون. يعني تمكن لها انا تقارن ليكزيرسيس كونطابل ديال 2018 تقارنو مع ليكزيرسيس كونطابل ديال 2019 مع ليكزيرسيس كونطابل ديال 2020. يعني تتعرف ليفوليسيون دوك لي فارياسيون، تتعرف لونتربريز فين غادا، واش ديك المنحة اللي غادا فيها لونتربريز واش مزيان ولا خايب. هادي هي كومباريزون دو لو طون. ودو ليسباس عاوتاني تتعرف لونتربريز راسها اللي كانت خدامة في لونور الى هبطات لو سود، تتكومباري ما بين لي ريزولتا ديال لونور ديال لو سود ولا الشرق ولا الغرب، تتعرف فينا بلاصة كانت لونتربريز تيتوي، تعرف فينا بلاصه كانت تغيالي دي ريزولتا اللي هما مزيان. واش بيان سور هاد لا كومباريزون دو لو طون دو ليسباس تتمكن هذوك الناس اللي ديريجون، الناس اللي قايمين على هاد الشركه باش انهم ياخذوا لي بون ديسيزيون، يعني ياخذوا هذوك لي ديسيزيون اللي يمكن لهم لونتربريز تزيد بهم لقدام. سي ان جور كما قلت لكم قبيلات، سي ان جور لونتربريز ديسيد دو شونجي باغ اكزومبل اون ميثود ديفالياسيون، هذوك لي ميثود اللي قلت لكم ديال كيمو بول فيفو مثلا، لي دوا لو مونسيونو دو ليتيك. هاد ليتيك حتى هي واحد في بارتي ديال من هذوك لي زيتات سانتيز الخمسه اللي كنا شفنا في لانتروديكسيون، اللي هي ليتا دي زانفورماسيون كومبليمونتار. يعني هذيك دارت لو شونجمون من الكيمو دارت الفيفو ولا العكس من الفيفو الكيمو، هادشي راه خاصها تمونسيونيه في هاد ليتيك، في هاد ليتا دي زانفورماسيون كومبليمونتار. D'autres précisions son influence sur le patrimoine. Voilà qui est un précisé que ça se voit là. Je ne vois pas dire là le patrimoine. Je ne vois pas dire le changement là. Je ne vois pas dire là le travail des chéricas. Je ne vois pas dire là la situation financière là. يعني شنو التاثير على ديك الحاله الماليه ديال الشركه، وشنو هو التاثير ديالو بيان سور على لي ريزولتا ديالها، يعني النتائج ديالها، واش تكون واش كاينه واحد سو ايفالياسيون ولا سور ايفالياسيون، يعني واش داكشي واش هذيك لي ايفالياسيون هذيك التقييم واش هذا طايح ولا عالي. البرانسيب الثالث اللي هو لو برانسيب دو كو هيستوريك، يعني مبدا التكلفه التاريخيه. يعني حاول ندير لكم ترادكسيون بالعربيه اللي هو البرانسيب مبدا التكلفه التاريخيه. هذا هو لو برانسيب اللي كنا شفنا قبيله هضرنا فيه على الارض، قلنا بان الارض راه تدخل في البيلون بواحد القيمه باش تشرات، يعني واخا مع مرور الزمان تطلع القيمه ديالها راه تبقى القيمه باش دخلت هي اللي تنعتمدوا عليها باش اننا نديترمينو لي ريزولتا ديالنا. شنو هو لو برانسيب؟ La valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire courante à son montant hors taxe. Et ici, je vous le principe, je vous le dis, il y a des choses l'entreprise, qui est trop le bilan, qui est trop le patrimoine de l'entreprise, la monnaie courante. Et ici, nous avons avec l'homme là, il y a des choses avec le pays. Maintenant, nous sommes en Maghreb, nous avons une chérie qui a un élément, 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 غادي نكونفيرتي غادي نقلب هذاك المبلغ اللي باش تشرى بالاورو تنضربو في الدرهم هذاك النهار يعطيني لو مونطو باش خصو تعطي هذاك المبلغ باش خص هذاك الماتيريال يدخل في لا كونطابيتي ديالي ويدخل في الباتريمون في الثروه ديال الشركه. بيان سور تدخل بلو مونطو اور تاكس اللي كانت تي في ريكوبيرابل وتدخل بلو مونطو تي تي سي اللي كانت تي في نو ريكوبيرابل. À la date d'entrée, quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie, يعني كيما بغات تكون هذاك كيما بغات تكون لو بوفوار هذيك القيمه ديال النقديه، كيما بغات تكون القيمه ديال هذيك لا موني هذيك العمله المتداول بها اللي هي الدرهم، كيما بغات تكون القيمه ديالها من بعد واش طالعه على الاورو ولا هابطه. كيل كو سوا يعني لا دات فاش تشرى، لا دات فاش تكونفيرتا هذاك المبلغ من الاورو للدرهم وتيدخل للباتريمون ديالنا. ولكن ما بغات تكون لا فالور اكتويال ديال لي ليمون، كيما بغات تكون يعني القيمه الحاليه ديال هذاك لي ليمون مثلا لي تيران ماتيريال دو ترونسبور الى اخره. يعني شنو تنقولوا هنا هو ليكزومبل اللي خليته لكم هنا، يعني مثلا واحد لو تيران شريناه في 2015 اللي هو السوبرفيسي ديالو المساحه ديالو 1000 متر كاري، شريناه مثلا 100000 درهم. يعني في 2015 شرات الشركه واحد لوتيسمون واحد الجزيئه، شرات واحد التيران اللي فيها 1000 متر كاري، كانت الارض رخيصه في واحد البلاصه، شرات هذا التيران كامل اللي هو كبير، شرات 100000 درهم، يعني شرات المليون. هاد التيران هذا لو ميم تيران يعني في 2021 شحال ولات القيمه الحاليه ديالو لا فالور اكتوال ديالو ولات 300000 درهم. يعني شحال ربح لونتربريز؟ ربح 200000 درهم، يعني كاين واحد الزياده ديال 200000 درهم. فوفوي يعني راه من 100000 ل 300000، يعني كاين واحد الزياده ديال 200000. ولكن انا واخا كاين هاد الزياده ديال اللي هي لا فالور اكتوال، واخا كاين الزياده راه تيبقى هاد لو تيران هذا اللي غيست كونتابيليزي افيك 100000 درهم. يعني تيبقى هاد لو تيران هذا في 2021 تيبقى تيبان عندنا في لو بيلون، تيبان عندنا في الباتريمون ولا في الثروه ديالنا في الشركه بهاد لو مونطو اللي هو 100000 درهم ماشي ب 300000 درهم. لو برانسيب ديال سبيسياليزاسيون ديكزيرسيس، يعني مبدا تخصص التمارين. En raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercice comptable, on a vu que la vie de l'entreprise est sous forme d'exercice comptable. Il y a l'exercice lourd, comptable lourd, exercice comptable tiny, exercice comptable tête et l'akhiré. On a l'exercice comptable, article 1-1, le 1er janvier, l'année N, le 31 décembre, la même année, l'année N. Les charges et les produits doivent être
en vertu du principe de spécialisation d'exercice rattaché à l'exercice qui le concerne effectivement à celui-là seulement. Et nous avons gagné le principe, nous avons gagné les charges, nous avons les massariers qui sont tombés dans l'entreprise, nous avons l'exploitation, nous avons un matériel, nous avons un produit fini, nous avons un matériel, nous avons la commercialisation de la sila. يعني هذوك المصاريف اللي تتحملهم هذيك الشركه في هذاك ليكزيرسيس كونطابل راه خص هذاك ليكزيرسيس كونطابل هو اللي يتحملهم وعاوتاني بالمقابل العكس يعني هذوك البرودوي يعني داكشي اللي تربحو لونتربريز من البيع ديال هذيك لا مارشونديز من البيع ديال هذاك البرودوي اللي هو فيني يعني هذاك الارباح اللي تدخلوا من هذاك من البيع ديال هذا لي برودوي فيني راه خص هذاك ليكزيرسيس عاوتاني هو اللي يستافد من هذوك الارباح يعني ما عندش الحق ما يمكنناش ندوزو لشي اكزيرسيس اخر اللي يستافد منه يعني هذا هو البرانسيب ديال سبيسياليزيشن اكزيرسيس كل اكزيرسيس يتحمل المصاريف ديالو وكل اكزيرسيس يستافد من الارباح ديالو توت شارج او تو برودوي يعني توت شارج يعني كل دوك المصاريف ولا كل برودوي يعني المداخل كونتابيليزي او كور ديال ليكزيرسيس سو راتاش او ديزيكس التيريور دوف اتر سوستراي دي زيليمون كونستيتيف دو ريزولتا دو ليكزيرسيس اون كور اي انسكري دون ان كونت دو ريغولاريزاسيون شنو قال فهاد النقطه تقولنا تقولنا بان هادوك المصاريف ولا هادوك المنتوجات ولا داكشي الارباح هادوك المصاريف ولا هادوك الارباح اللي لونتربريز ربحاتهم في بوندون داك هذاك هذاك ليكزيرسيس كونطابل وعندهم علاقه بالاكزيرسيس سويفون يعني ان بلس ان راه خصنا نقصوهم من لي زيليمون اللي تيديروا لنا داك الريزولتا كونطابل يعني خصنا نقصوهم من لي ريزولتا كونطابل حقاش هاد المصاريف ولا هاد الارباح ماشي ديال هاد الاكزيرسيس خصنا ندوزوهم ليكزيرسيس الثاني وهادشي بيان سور سو في اون يوتيليزون تنستعملوا واحد لي كونت تسمو لي كونت ريغولاريزاسيون وهاد لي طرافو تيديروا بيان سور في الاخر ديال السنه يعني في لافان ليكزيرسيس كونطابل هنا كاين واحد ليكزومبل كيما قلت لكم الناس اللي اول خطره يقراو ولا كونطابيليتي حاول تفهم غير لو برينسيپ ماشي بالضروره تفهم هاد ليكزومبل ديال لوستراسيون ديال لكم هنا حاول تعرفي شنو هو لو برينسيپ ديفينيسيون ديالو بور لو مون ولكن مع الوقت ان شاء الله دي سي 3 موا 4 موا راه تقدر ترجع لهاد لي برينسيپ وهاد لي زيكزومبل تنقول لك راه يقدروا يجيوك ساهلين ساهلين ان شاء الله وما تلقاش فيهم مشكل اكزومبل بلو 31 12 ان يعني قلت لكم بان هاد البرينسيپ ديال سبيسيزين ديكزيرسيس خصنا في الاخر ديال السنه عاد تنعرفوا شنو ديال هاد ديكزيرسيس شنو ديال ليكزيرسيس سويفون يعني ال بلس ا خصنا ندوزو له بلو 31 12 ان parmi les produits comptabilisés يعني من بين هادوك الارباح اللي ربحت لونتربريز كاين واحد 60000 درهم كي ريبريزونت لو مونتو دو لويي انويال دان اونتربو كي ابارتيان ا لا سوسيتي دات دو سيغناتور دو كونطرا هو لو 1 5 ان شنو قالنا هنا في هذا ليكزومبل قالنا بان من بين هذوك من هذوك الارباح اللي ربحت لونتربريز كاين واحد وتكونتابيزا بيان سو كاين واحد 60000 درهم يعني 6 مليون كي ريبريزونت لو مونتو ديال لوي يعني واحد المبلغ ديال هذاك السومه الكرائيه ديال واحد لونتربو ديال واحد المستودع اللي هو تتبتها لكون لونتربريز واللي تدي لا لوكاسيون ديالو تدي الكراء ديالو يعني كراته لواحد الشركه وسنت معها كونترا في لو 1 5 ان وبيان سو هذا لوي يعني هاد 60000 درهم راه واحد المبلغ اللي هو انيوال يعني هذيك الشركه هذيك الشركه اللي كانت عند لونتربريز اللي كانت عندها هذاك لونتروبو راه خلصاتها في واحد المده اللي هي سنه يعني راه من خمسه يعني من واحد في شهر خمسه ان النهار اللي سنت فيها سنت معها الكونترا حتى لو حتى لو 34 من لاني ان بلس ان يعني هنايا من لو 34 ان الا حسبتو غادي تلقاو 12 شهر يعني شنو تشوفوا دابا هنايا تشوفوا بان راه كاينه 8 موا ديال لوكاسيون راه داخله في ان وكاينه 4 موا داخله في ان بلس ان يعني سلون هاد البرانسيب دو سبيسيزم اكزرسيس قلنا بان كل اكزرسيس كونطابل خصو يستافد خصو يتحمل المصاريف ديالو ويستافد من البرودوي ديالو دابا هذا واحد البرودوي اللي هو واحد من واحد الربح اللي هو تيشمل جوج ديال لي زيكزرسيس كاين فيه ليكزرسيس كونطابل اللي هو ان والاكزرسيس الثاني اللي هو الكونطابل اللي هو ان بلس ان 8 شهور من الاكزرسيس ديال ان و 4 شهور من ان بلس ان كيفاش غادي نديرو باش اننا كل واحد يستافد من الربح ديالو لو برودوي ان يعني هذوك هاد لو برودوي ديال لوكاسيون ديال هاد لو لوي تقريبا 60000 درهم اللي هي لو مونطو ديال لوي انويال تقسمها على 12 يعني فاش تقسمها على 12 راه تعطيني لوي مونسيال يعني هذاك لوكاسيون ولا هذيك السومه الكرائيه ديال كل شهر يعني هي 5000 درهم يعني 5000 درهم راه كل شهر لونتربريز تقبض 5000 درهم مثلا بحال اللي بغيت تقول كل تولي هذا الكونترا مونسيال يعني كل شهر تقبض لونتربريز 5000 درهم 5000 درهم 5000 درهم لمده 8 اشهر قسم الشهور هي ديال ان واربع شهور الاخرى راه ديال ان بلس ان دابا هاد 5000 درهم اللي هي اللي حددنا اللي هي المونطو مونسيال يعني هذيك السومه الكرائيه اللي هي شهريه نضربها في 8 موا تعطيني 40000 درهم بور ليكزيرسيس كونطابل ان دابا 40000 درهم هي اللي هذا هو البرودوي اللي غادي يستافد منه هذا ليكزيرسيس كونطابل ديال ان غيستافد من 40000 درهم ما غيستافدش من 60000 درهم لحقاش داكشي اللي بقى راه ديال ليكزيرسيس الثاني دو ميم
عاوتاني في ان بلس ان شتا ندير تنقبض 60000 درهم اللي هي السومه الكرائيه اللي هي سنويه نقسمها على 12 باش تعطيني ديك السومه الكرائيه اللي هي شهريه هذيك تعطيك 5000 درهم 5000 درهم تضربها في عدد الاشهر ديال السنه المقبله اللي هي 1 2 3 4 يعني 4 شهور تضرب 5000 درهم في 4 غتعطيك 20000 درهم 40000 زائد 20000 هي 60000 درهم هاد 20000 درهم عاوتاني هذا راه خصها ليكزارسيس الثاني اللي هو ان بلس ان هو اللي خصو يستافد من هاد 20000 درهم اللي هي ان برودوي وبيان سور شيات تاع 31 ديسمبر لاني ان باستعمال واحد الكونت تسمى لي كونت ريغولاريزاسيون هاد واحد المجموعه ديال لي كونت يتمكننا ان ندير واحد لا ترانزيسيون اننا ننتقلوا من اكزارسيس كونطابل واحد ليكزارسيس كونطابل واحد اخر بيان سور بواحد الميكانيزم بواحد واحد لي جو ديكريتور ان شاء الله شي كامل غادي تشوفوا في المستقبل ان شاء الله Le principe de prudence. يعني واحد المبدا ديال الحذر. En vertu du principe de prudence, يعني تلقى المبدا ديال الحذر, les incertitudes, يعني هذوك الشكوك présentes susceptibles d'entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. اش يقولنا هذا البرينسيب؟ تيقولنا بان هذوك الشكوك اللي لونتربريز يقدروا يديروا لها مشاكل يعني يقدروا اوغمونتي يعني هذوك الشكوك لان الشكوك ديال ان هذوك المصاريف يقدروا يطلعوا ولا يديروا واحد لا ديمينيسيون ديال لي برودوي يعني هذوك المداخيل داكشي الارباح ديال لونتربريز تقدر تنقص دو ليكزيسي دو اتر بريز اون كونسيداسيون خصنا ناخذهم بعين الاعتبار فاش نبغيو نديتيرمينو لو ريزولتا فاش نبغيو نديتيرمينو لو ريزولتا يعني النتيجه ديال هذاك ليكزيسيس كونطابل بيان سور En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que sont certains et définitivement acquis à l'entreprise. Et si vous avez le principe, si vous avez un les produits, vous avez le RBA, maintenant vous avez la comptabilité générale, il y a la classe 7. Maintenant vous avez la classe 7, c'est un RBA, il y a certains et définitivement acquis à l'entreprise. Et ça, c'est un RBA, ça va être le même. Et là, je pense que c'est la date de la comptabilité générale, et la date parmi les éléments de la classe 7. يعني غتخلص عليهم الضريبه غتخلص عليهم الشركه الضريبه هذاك الشيء باش خصنا نتريتو مزيان حتى نعرفوا بان هذوك لي برودوي صافي راه حطناهم تامننا عليهم عاد ندوزوهم بارمي لي برودوي باغ كونتر بوغ لي شارج سون بروند اون كونت دي لور كي سون بروباب يعني باغ كونتر هذوك لي شارج هذوك المصاريف اون فوا لونتربريز تحس بان واحد الشارج واحد المصاريف انها تقدر تخرج لها في المستقبل تتكونساطي على لونتربريز تدير واحد المجموعه ديال لي زيكريتور تدير واحد المجموعه ديال 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 لي زيكريتور باش انها تواجه هاد لي شارج هاد المصاريف اللي هي محتمله في المستقبل لان اللي هي تقدر اللي تقدر دير لها مشاكل اللي تقدر انها دير لها ديمينيسيون ديال لي ريزولتا كونتر هذاك الشيء باش لونتربريز خاصها دير واحد المجموعه ديال لي زيكريتور باش تواجهها غنشوفوا دابا واحد ليكزومبل نشوفوا هذا ليكزومبل اللي عنده علاقه بلو برانسيب دو بريدونس يعني مبدا ديال الحذر واحد الشركه اون اونتربريز اشتي 300 اكسيون يعني شرات 300 سهم او هادو اسهم ديال الشركه شراتهم في 15 شهر 6 2020 ان بري اونيتير يعني كل سهم شراته اونتربريز القيمه ديالو هي 100 درهم يعني كل سهم شراته 100 درهم دو لو بوت دي فونت دو لي فونت يعني فاش يكونوا هاد الاسهم هاد لي اكسيون شراتهم اونتربريز دو لو بوت انها تعاود فيهم البيع في اقرب اجل تيتسموا لي تي بي بي لي تيتر ايفالور دو بلاسمون بلو 31 دوز يعني في الاخر ديال ليكزارسيس كونطابل ديال 2020 غنقدروا نطيحوا في جوج ديال لي سيتياسيون كاينه اللوكال الاول اللي هي شارج يعني كاينه واحد لا بيرت بروبابل كاين واحد الخساره محتمله وكاين دوزيام كا اللي هو برودوي يعني كاينه وكاين واحد الربح كاين واحد الكا اللي هو اوسي بروبابل يعني محتمل نشوفوا الكا الاول اللي هو شارج يعني كان واحد لا بيرت بروبابل يعني كاين واحد الخساره اللي هي محتمله يعني بلو 31 دوز ملاني ان لو بري د لاكسيون ا بي سي 80 درهم يعني كي تشوفوا البري ديال لاكسيون كان 100 درهم نهار شراتو لونتربريز يعني في 15 6 شراتو ب 100 درهم ولكن في لو 31 12 هاد الثمن ديال هاد لي زاكسيون هبط ل 80 درهم يعني كاينه واحد الموان فاليو يعني كان واحد لا بيرت انا شريتو ب 100 درهم لاكسيون على اساس اني غادي نعاود فيه البيع باش غادي نربح الو كو هو في لو 31 12 الثمن ديالو هبط يعني كاينه واحد لا بيرت اللي هي بروبابل يعني مازال ما وقعتش غير بروبابل يعني تقدر توقع كما نهار نبغي نبيع تقدر توقع كما تقدر ما توقعش يعني غير بروبابل يعني بوغ فوا فاس لهاد لا بيرت هادي راه تندير واحد ليكريتور كونط دابا 300 اكسيون هادوك 300 اكسيون اللي شات نضربهم في 100 تعطينا 30000 درهم يعني هادوك 300 اكسيون اللي شات لونتربريز في 15 6 2020 شراتهم 30000 درهم دابا هاد 300 اكسيون في 31 ديسمبر شحال ولات القيمه ديالهم ولات القيمه ديالهم تتساوي 24000 درهم يعني كاينه واحد لا ديمينيسيون يعني 30 يعني الا كنت 24000 اللي هي لا فالور اكطوال القيمه ديال الحاليه ديالهم في 31 ديسمبر
ونقصتيها من القيمه باش تشرى، يعني راه كاين واحد موان فالو ديال ناقص 6000، يعني لونتربريز عندها واحد الخساره ديال 6000 درهم. هاد 6000 درهم بيان سور كي سولو برانسيب دو برودونس راه لونتربريز اي دوا فيغ فاس، لحقاش 6000 درهم غتقدر انها تشكل لها مشاكل في الريزولتا، تقدر تجيب الريزولتا ناقص. يعني بوغ فيغ فاس لهاد البيرت اللي هي بروباب، تنديروا هاد تنكونستاتي واحد لا بروفيزيون باش اننا نديروا فاس لهاد لا بيرت هذا، تنديبيتي واحد الكونت اللي هو 6394، كاين واحد الكونت ديال لي شارج دوتاسيون بروفيزيون ديبريسياسيون ديال لي تي في بي تيتري فالور دو بلاسمون، تنديبيتي هاد الكونت هذا ب 6000 درهم، اون كونتر بارتي تنكريديتي واحد الكونت ديال لاكتيف سيركولو اللي هو 353 بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لي تي في بي تيتري فالور دو بلاسمون، تنكريديتي عاوتاني ب 6000 درهم. بعد ديكريتور كونطاب تتكون لونتربريز دارت واحد بحال بروتيجات راسها، حمات راسها من هاد لا بيرت هادي اللي هي بروبابل، يعني هادي راه غير بروبابل، واحد لا بيرت اللي هي غير محتمله، يعني مازال ما وقعش. يعني سولون هاد البرانسيب ماشي اللي تيقول هاد البرانسيب، تيقول اون فوا هذيك لا شارج اللي بروبابل خصني ندير واحد ديكريتور باش نحمي الشركه، تحمي راسها من هذيك لا بيرت. نشوفوا لو دوزيام كا اللي هو لو كونترير، فاش تكون برودوي، يعني تكون واحد لوغان، تكون واحد الريك لو ميم اني، يعني في لو 31/12، يعني راه دوكا يقدر يكون تقدر تكون اما زياده في السعر، كيف انا تقدر تكون اما السعر ديال لاكسيون هبط كيما انه يقدر يكون طلع، كيف انه يقدر يكون بقى في لو بري ديالو، يعني راه كاين ثلاثه ديال ليكا. دوزيام كا هو انه فاش يكون كاين واحد الربح، لو بري ديال لاكسيون ا اوغمونتي ا 120 درهم، يعني حنا شريناها ب 100، شرينا هاد 300 اكسيون شريناها ب 100 درهم، البري ديالو طلع ل 120 درهم، يعني كاينه واحد بلو فالو، يعني كاين واحد بلو فالو. 300 اكسيون فوا 100 30000 درهم الثمن باش شريناه، يعني 300 اكسيون فوا 120 درهم اللي هي 36000 درهم، هذه هي لا فالور اكطوال ديال هاد لي اكسيون، يعني لا فالور ديالهم في لو 31/12 راه هي 36000 درهم، راه ماشي 30000 درهم، لا فالور اكطوال ديالهم هي 36000 درهم، يعني كاين واحد لا بلو فالو، يعني كاين واحد لوغان، كاين واحد الربح من هاد لوبيراسيون هادي، ولكن كاين واحد الربح ديال 6000 درهم، ولكن راه ما تندير والو في هاد لوكا هادي، ريان سينيال اونجستخمو دي بلو فالو لوغ دو لا رياليس، حتى نبيع هاد لي تي في بي عاد تنكونستاتي هاديك لا بلو فالو، بويسك انني مازال ما بعتهم ما درت والو، راه ما تندوجهمش في لا كونتابيتي ما تندير والو، لحقاش انا هذا ستا برودوي ماشي بيرت، باغ كونت كونت بيرت غادي نكونستاتي لا بيرت ديالي، ولكن لي كاع راه هادوك الارباح ما تندوجهم في لا كونتابيتي ديالي حتى تنقبطهم حتى تتأمن عليهم اونتربريز، لحقاش اون فوا تيدوزو في لا كونتابيتي اون فوا تيدوزو باغمي لي كونت ديال لا كلاسات راه تنخلص عليهم الضريبة. البرانسيب السادس هو البرانسيب دو كلارتي، يعني البرانسيب ديال الوضوح، يعني لونتربريز خصها تكون واضحه في لي زيكريتو كونطابل ديالها وفي لي زيتات سانتيز ديالها. اون ابليكاسيون دو سو برانسيب لونتربريز دو اورغانيزي سا كونطابيلتي، يعني لونتربريز خصها تنظم لا كونطابيل ديالها، اونجستري سي زوبيراسيون، خصها تقيد هذوك زوبيراسيون ديال دوز ان اورد كرونولوجيك، يعني جور باغ جور، اوبيراسيون باغ اوبيراسيون، بريباري اي بريزونتي سي زيتات سانتيز كونفورمومون او بريسكريبسيون دو كود جينيرال نورميزي سو كونطابيل، يعني خصها توجد هذوك الزيتات سانتيز ديالها وتقدمهم وتكتبهم وتقدمهم للبوبليك ولا لاي واحد تيهتم بهذ الشركه، تقدمهم له سولون داكشي على حسب داكشي اللي جات به المدونه العامه ديال المحاسبه، باش تكون عندنا واحد لا كونطابيليتي اللي هي نورماليزي بيان سو كيما قلت لكم في الانترودكسيون. داك اوبيراسيون دو اتر اونجستري دون ان كونت، يعني كل اوبيراسيون كل عمليه تدير لونتربريز ديال البونك ولا اشا ولا امبرانت، يعني قدرت كريدي من شي اورغانيزم الى اخره، يعني كل اوبيراسيون ديال لونتربريز دو تيت اونجستري دوز ان كونت، يعني تديرها فواحد لو كونت سو لا بون روبريك اي افيك لا بون دينوميناسيون. نعطيكم اكزومبل، يعني فاش ناخذ لو كونت باش ناخذ لا روبريك 31 راه هي لي ستوك، يعني 31 يعني 31 هذوك جوج ديال الارقام من جوج الارقام من النيميرو ديال الكونت كيعنيو لا روبريك، يعني 31 هي لا روبريك ديال لي ستوك avec la bonne dénomination. شنو هي لا دينوميناسيون ديال هاد لو كونط؟ هي مارشانديز، يعني تاكس مارشانديز تيل كير كيما جات في البلان كونطابل، ما تنكتبش الفورنيسور، هادي دابا راه فورنيسور بلا بريفياسيون، ها فورنيسور كتكتب كي اللي تكتبها هكا ولا تكتب كليون، دابا هادي عاوتاني كليون كليون ما تكتبش هكا، راه كاين دي فورماتور كاين دي بروف الا كتبتي له هاد لي ابريفياسيون في لو جورنال ولا في البيلون ولا في اي اكريتو كونطابل راه يعطيك موان زان عليها ولا موان دو ولا يقدر يعيط لك يقول لك شنو تكتب ليه هنا، يعني هاد لي زابريفياسيون ماشي راه ممنوع في لا كونطابيليتي، تنكتب لي زوبيراسيون ديالي تنكتبهم هاديك لا بون دينوميناسيون، يعني كيما مكتوب كيما جايين في البلان كونطابل تنكتبهم. هذا واحد ليكزومبل من واحد لارتيكل ديال واحد لو جورنال كو تيكون داير، تلقاو في لوغو ديالو، تلقاو الفوق ديالو، تلقاو لا دات لوبيراسيون، تلقاو لو جور ديالها، تلقاو لو موا ديالها، تلقاو لاني ديالها،
عطيتكم اكزومبل باش تشوفوا شنو هي لو برانسيب دو كلارتي، كيفاش واحد لوبيراسيون دارت اون ريسبكتون هذاك لو كونط ولا هذيك لا روبريك ولا هذيك لا دينوميناسيون اللي خصها تكون. مثلا دونتروبي شرات واحد لا مارشونديز، يعني هاد الاشياء د مارشونديز كيما جات في البلون كونطابل في لو كونط 6111، شرات بيان سور هاد لا مارشونديز، شرات مثلا 3000 درهم، اما شرات اكريدي كريديتي فورنيسور ولا شرات بالفلوس، يعني شرات بلا بونك بار فيرمون بونكار تنكريديتي لا بونك، ولا تنكريديتي لا كيس الا شرات بلا كيس يعني بالاسبيس. هكا تندير لي كريتو كونطابل ديالي بيان سور سونز اوبلي بيان سور لي بيلي، يعني هذيك لا بيس جوستيفيكاتيف، هذيك لا بيس ولا هذيك الوثيقه كي ابوي تدعم لنا هاد لوبيراسيون، يعني حتى الا جا شي كونترول من بعد سواء ان كونترول فيسكال ولا ان كونترول انتر، يعني الا قالوا يعطيني لي بيس جوستيفيكاتيف باش تستدل على هاد لوبيراسيون تنجيب له لا فاكتور نيميرو لا فاكتور اللي دات بهاد لوبيراسيون. هكا تكون لي كريتو كونطابل، هكا تكون لا كونطابل ديالي، كلشي منظم كلشي مقاد كلشي مكتوب بلا دينوميناسيون ديالو وبلو كونط ديالو الى اخره. Les comptes passifs et de l'actif doivent être évalués séparément. De même pour les comptes de produits et charges. Je vous dis là, vous avez un que les comptes de l'actif sont passifs, qui sont évalués pour l'addition, ou les comptes de l'actif sont évalués pour l'addition. Le brut, moins le cumul d'amortissement, moins les provisions internes et nettes, ou qu'il y a un pour les éléments de la passive, les comptes de provisions et la affaire. De même pour les comptes de produits et charges, c'est-à-dire les produits, c'est-à-dire constater les produits pour l'addition, ou les charges pour l'addition, ou les charges moins les produits, c'est-à-dire le résultat. ديال ليكزيرسيس عاوتاني كذلك الباسيف سيركولير لي زيلمون ديال زيلمون ديال الباسيف مو لي زيلمون ديال الاكتيف تعطيني ريزولتا ديال ليكزيرسيس، يعني كل واحد ايفولوا سيبارامون وكل واحد تنعرفوا القيمه ديالو واش طلعت ولا هبطات الى اخره. برينسيپ الاخر هو لو برينسيپ دامبورطونس سينيفيكاتيف. باش يكون هذا البرينسيپ هذا سولو هذا البرينسيپ هذا سينيفيكاتيف يعني معبره toute information, يعني كل معلومه تلقاو في هذوك لي زيتات سانتيز، يعني لقيت غير ريزولتا مثلا لقيت ريزولتا كونطابل، يعني ريزولتا هذيك النتيجه ديال هذيك ليكزيرسيس كونطابل غير نيجاتيف مثلا خداها هذيك العلامه ديال الناقص، هذه راه شي انفورماسيون واحد الانفورماسيون اللي هي سينيفيكاتيف. يعني كل انفورماسيون تلقاو في هذوك لي زيتات سانتيز تلقاو سواء في البي ال ولا السي بي سي ولا لي داتولوجيست ولا التي اي ولا هذاك التي اف يعني طابلو فينونس والى اخره، راه كل انفورماسيون اللي هي سو فورم دو شيفر، يعني كل شيفر كل عدد تلقاه تما راه عنده واحد السينيفيكاسيون، يعني راه ماشي غير هكا تتحط اعتباطيا هكا، لا راه تتساغو بهم ديزاكريكا مجموعه ديال المؤشرات باش نعرفوا لي طاد هذيك الشركه هذيك. Susceptible d'influencer l'opinion des lecteurs intéressés par leur patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise dans le respect de l'image fidèle et l'honnêteté honnêteté de la société. Honnête de la société. Si vous avez le principe d'adal et le principe d'importance significative, si vous avez un art significatif, il y a une autre كل انفورماسيون كل معلومه تتنجها لونتربريز وعندها واحد القائمة وعندها واحد الهدف لانها تاثر على لوبينيون تاثر على الراي ديال دوك الناس اللي انتريسي بار لا بار لا سيتياسيون دونتربريز، يعني انتريسي بار الثروه ديالها مثلا لي زانفيستيسور، يعني دوك المستثمرين اللي باغيين يشريو الاسهم ديال الشركه ولا باغيين يدخلوا معاها شراكه، يوم تلقاو مثلا لي زيتابليسمون دو كريدي هذوك لي زورغانيزم ولا دوك المؤسسات الماليه اللي تقدر تعطي الكريدي للونتربريز، عاوتاني شكون اللي تيهتم مع كذلك عاوتاني لي فورنيسور هذوك الممولين اللي تيبيعوا الشركه اللي تيبيعوا للشركه المواد الاوليه ولا المارشوندز الكريدي، حتى هما تيهتموا بالشركه تيهتموا بالشركه خصهم يقراو لي زيتات سانديز ديالها باش يعرفوا مع من تيتعاملوا، واش تتعامل مع واحد الشركه اللي دير دي ريزولتا كونطابل هما مزيانين ولا تتعامل مع واحد الشركه اللي ريزولتا ديالها مدبدبين الى اخره. يعني تي هاد لافورماسيون هادا تتاثر على لوبينيو ديال الناس اللي تيهتموا بالثروه ديال الشركه ولا الحاله الماليه ديالها والنتائج ديال اللي تدير للشركه بيان سور دو ريسبي دو ليماج فيديل، وبيان سور هاد لي زانفورماسيون اللي تعطي لونتربريز واللي تبان في السانتيز ديالها راه خصهم يكونوا وافيين، خصهم يكونوا حقيقيين، خصهم يكونوا غيال اي اونيت دو لا سوسيتي، يعني ما يكونش فيهم الكذوب ولا التصوير. علاش؟ لحقاش راه كاع كل انفستيسور ولا كل بنك تيبغي يتعامل مع الشركه راه تيبني القناعات ديالو، تيبني لوبينيون ديالو، الراي ديالو، تيبني الراي ديالو انطلاقا من داكشي اللي تيشوف في لي زيتات سانتيز، يعني خاصها تكون واحد الحقيقه تتبان في هذوك لي زيتات سانتيز. لوبجيكتيف شنو هو دابا الهدف اللي هو النقطه الثانيه، شنو هو الهدف من هادشي كامل اللي قلنا هاد السات برانسيب كونطابل اللي قلنا ولي زوطر برانسيب اللي مازالين كاينين، شنو هو الهدف منه؟ الهدف منه هو لوبجيكتيف فينال دو كود جينيرال، كود جينيرال يعني المدونه الكود جينيرال، لوبجيكتيف فينال دو كونطابيلتي جينيرال يعني المحاسبه العامه، اي دو دوني ولا سيتوياسيون اكزاكت اي ريال ديال اكتيفيتي ديال لونتربريز، يعني الهدف الاسمى ولا الاخير ديال كونطابيلتي جينيرال هو يعطينا الحاله الحقيقيه ديال النشاط ديال الشركه
en d'autres termes, de donner le maximum possible l'image fidèle d'un projet. C'est ce qu'on fait le principe de l'importance significative. Et la comptabilité générale, c'est le maximum possible. Il faut que la meilleure chose soit de donner l'image réelle à la société. Je ne sais pas si la société fait un temps. Il faut que la société fait la valeur réelle à la société. Je ne sais pas si la société, bien sûr, à travers les états de synthèse, comme je l'ai dit. L'image fidèle n'est que le résultat de l'application des sept principes comptables, le code général dans les usages comptables, les lois, et cela doit se traduire dans les six états de synthèse. Et nous avons dit que l'image fidèle, c'est la vraie de la société ou la vraie de la société. Qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si tu viens de la société ou de la société, mais c'est la résultat de l'entreprise qui utilise ces sept principes comptables. Et vous savez, dans le code général dans les usages comptables, تحترم لي الواب بحال مثلا ديك الالوان اللي قلت لكم اللي هو 988 ما عرفتوش تيليشارجيتو هذا الكود جينيرال نورمال سيستم كونطابل ولا مازال حاولوا تيليشارجيوه هو ولا الوا 988 اللي فيه واحد المجموعه ديال زوبليكاسيون ديال الكوميرسون وما كاينش غير هذا الوا ولا هذا الكود راه كاين بزاف د الحوايج اخرين ولكن بور لو مومون في هذا الوسط هذا حاولوا انكم تيليشارجيوهم باش تطلعوا عليهم يعني قلنا بان ليماج فيتير يعني هذيك الصوره الحقيقيه ديال الشركه ما هي الا النتيجه ديال الاحترام ديال هاد السبعه البرانسيب اللي قلنا يعني لونتربريز تستخدم هاد السبعه ديال البرانسيب تتابليكوم تيل كيل يعني وتحترم داكشي اللي جا في الكود جينيرال نورماليز كونطابل الكود تيقول لها شنو غادي ديرها لو بيرو كيفاش خصو يكون ها لي زيلمون خصو يكون فيه لو سي بي سي كذلك ها البريزونطاسيون ديال كيفاش تكون لي تات سو دي جيستيون عاوتاني كيفاش خصها تكون ها البريزونطاسيون ديالها هذه خصها تكون سابقه هذه هذه قبل من هذه هاد لاكريكا خصو يكون محسوب الى اخره يعني لونتربريز خصها تحترم هاد المجموعه ديال الاشياء ولا احترمت هادشي بيان سور هادشي راه ما هو يعطي واحد النتيجه اللي هي ليماج فيدال لونتربريز وتيبان بيان سور هادشي في لي زيتات سانتيز ديالها بيان سور لوبجيكتيف permettre aux investisseurs, les investisseurs, d'avoir une vision exacte, une vision exacte et claire sur la situation économique, sur l'économie ou l'économie de l'entreprise. يعني تتكون عندنا واحد لا فيزيون تكون عندنا واحد الرؤيه واضحه واحد الرؤيه اللي هي كلير على هذيك لا سيتوياسيون على هذيك الحاله الاقتصاديه والماليه ديال ثروه الشركه فورنير لويالمون توت انفورماسيون اوتيل اي بيرتينونت بور اون ميور بريز دو سيزيون يعني هاد ليماج فيتيل تتخولنا تعطينا واحد ليماج اللي هو تعطينا باخلاص واحد جوج كل معلومه يعني اوتيل يعني تتساهم ولا تتساعد كل معلومه اللي هي مهمه بور اون ميور بريز ديسيزيون يعني كل انفورماس كل معلومه اللي تخليك انك تاخذ واحد لا ديسيزيون تاخذ واحد لا ديسيزيون واحد مثلا هذه ديسيزيون مثلا تاخذ واش انني انفيستي في هذه الشركه كنت انفيستيسور عندي فلوس بغيت نشري الاسهم ديالو واش نشري الاسهم ديالها ولا لا واش انني نسلفها الكريدي ولا ما نسلفهاش هادو هما لي ديسيزيون واش انني نبيع لها لا ماتيغ بروميير ولا لا مارشونديز ولا لي برودوي واش نبيعهم ولا كريدي ولا ما نبيعهملاش هادو هما لي ديسيزيون يعني هاد ليماج فيدير تتخلي لنا اننا ليماج فيدير تخلي اننا تكون عندنا واحد ليماج وتتساعدنا اننا ناخذ واحد لا ديسيزيون على هذيك الشركه بيان سور الا كانت هاد ليماج بيان سور فيدير وتيبان هادشي في لي زيتات سانديس ديال لونتربريز permet à l'entreprise une viabilité et une pérennité. Il y a qui m'a dit que les objectifs de la comptabilité générale, je n'ai pas vu le numéro 1, on a la comptabilité générale parmi les objectifs d'elle, on a la viabilité, on a la stimulation de la vie. Il y a une entreprise, il y a une façon de se faire, 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 il y a une façon de se faire le maximum possible. Il y a une شركات اللي مازال من القرن الثامن عشر ومازال حيين الى لحد الساعه علاش لحقاش عندهم واحد لا فيابيليتي عندهم واحد لا بيرينتي كيدير واحد لا كونطابيتي جينيرال هي دون لي نور وغادي بواحد ليماج فيدير يعني كل الاشخاص كل واحد تيحاول الماكسيم بوسيبل انو انفيستي في ديك الشركه علاش عندها واحد ليماج فيدير عندها واحد الصوره تعطي ديما واحد الصوره حقيقيه بلا غش بلا خداع هادو هما كانوا لي زوبجيكتيف ديال لي سات برانسيب كونطابل والوبجيكتيف ديال الكود جينيرال ديال نورميزيس كونطابل ديال لي لوا يعني هاد لي براتيك كامل ديال لونتربريز في الكود جينيرال تديرهم في لا كونطابيتي ديالها يعني لوبجيكتيف فينال ديالهم اخر ما يكون تقدر تدير لونتربريز هي ليماج فيدال يعني ديك الصوره اللي تتبان فيها لونتربريز قدام العالم الخارجي بهاد لوبجيكتيف ديال الكونطابيليتي وديال سات برينسيپ تكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو وكما وعدتكم في الاخر ديال كل فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخلي لكم نصيحه
النصيحة اللي غادي تفيدكم إن شاء الله إما في حياتكم اليومية ولا غادي تفيدكم في حياتكم المهنية ولا في حياتكم الدراسية إلى آخره. النصيحة ديال اللي عقدت على النصيحة ديال الفيديو اللي فات كنت قلت لكم بأن خصكم عندكم جوج ديال لي بلون كونطا. النصيحة ديال اليوم غادي نقول لكم بأنكم خصكم يكون عندكم جوج ديال لي كالكولاتريس. غادي نقول لكم على جوج ديال لي كالكولاتريس. جوج ديال لي كالكولاتريس من الأحسن يكونوا دي كالكولاتريس مارك مزيانة، راني خبعت لي مارك ديال هاد الكالكولاتريس ولكن راه باينة الصورة راها واضحة، عارف راه باينة إينا ماركة باش ما نديرش لا بوبليسيتي لتا شي شركة. نشري واحد لا كالكولاتريس اللي هي مزيانة تكون بيان سيغ سيونتيفيك، هذا راه سيتان انفستيسمون كيما قلت لكم. كالكولاتريس هاد الكالكولاتريس هاد النوع هذا تدير 150 درهم 120 إلى آخره، يعني هاديك 150 درهم إلا قسمتيها في العام راه تجيك ميم با نص درهم، يعني 50 سنتيم، يعني 10 دريال تجيك 10 دريال كل نهار، يعني راه سي ريان، يعني 150 درهم راه سي ريان. وهاد الانفستيسمون راه دوغاب، يعني غادي تانفستي غادي تشري غادي تستثمر في هاد الكالكولاتريس، غادي تشريها مزيانة جديدة بيان سيغ، ما تشريهاش قديمة. هاد الكالكولاتريس ايفيتي، ما عمرك ما تشري كالكولاتريس قديمة، شريها جديدة. غتقدر دوز لك الموسم الدراسي ديالك كامل الموسم الجامعي ديالك كامل، كنتي في لا فورماسيون غدوز لك دوزون ديال لا فورماسيون، كنتي في الجامعة دوز لك توصل بها حتى الماستر وكاع فوت الماستر. غير ما خصهاش طيح، حاول عليها ما تتوترش، وديما لا مانتونس ديالها حاول على الحجرة ديما تثبت الوقت. جوج ديال الكالكولاتريس على جوج، وحده ديما خصها تكون عندك سكور. علاش؟ لقاش نهار ليكزامان تقدر طيح لك اونبان، تقدر تخسر لك، تقدر تسالى الحجره، يعني مجموعه ديال المشاكل. ويعني ولا كانت انت عندك جوج ديال الكالكولاتريس والاخر عنده جوج ديال الكالكولاتريس والاخر جوج ديال الكالكولاتريس، الا كانوا غير بعض في القسم ديالنا ولا غير بعض في لا بروموسيون ديالنا عندهم جوج ديال الكالكولاتريس، كل واحد يجي معاه جوج ديال الكالكولاتريس، يعني غادي نقدروا الا جابش ما جابش شي واحد شي كالكولاتريس ولا خسرات له نقدر نفورني عليه، نقدر نساعده. هذا من جهه. من جهه اخرى انت براسك تقدر تطيح في هذا الموقف كما قلت لك، تقدر تخسر لك الكالكولاتريس، تقدر ما تخدمش هذاك النهار تصبح فجره خاسر، يعني تلقى باش غادي تخدم انت ليكزامان ديالك. هذا من جهه. من جهه اخرى هذوك كاينين بحكم التجربه ديالي، كاينين لي كالكولاتريس اللي تيموت لهم هاد الصفر، هذا الشيء راه بحكم التجربه تنقول لكم، راه كاين شي وحدين غيجيو ماشي تضحك ولكن راه لا غياليتي. علاش هاد الصفر تيموت مع الوقت؟ لحقاش هاد الصفر تيكون عليه الدرك بزاف. علاش درك بزاف؟ لحقاش تخدم باعداد اللي فيهم 1000 2000، تخدم باعداد اللي هما كبار بزاف مليون، تخدم باعداد اللي فيهم اصفار بزاف، يعني هذاك في كل خطره تتفرابي هذا الزيرو هذا، يعني راه مع الوقت راه هذا الصفر راه تيموت، ما تبقى تبرك عليه ما تيتافيشاش عندك في لافيش. يعني فاش نبرك انا على الصفر خصني نرد البال شنو تيتكتب، يعني اي عدد تنكتبو خصني نرد البال في لافيش شنو تيتكتب. يعني راه بارفوا تتبرك على الصفر هو ما تافيشاش عندك هنايا وتتبقى غادي غادي، في التالي تتبرك على تساوي تعطيك واحد لومونطو تتكتبو في الجورنال تتكتبو في البيرون ديالك وتتبقى غادي وتمشي لك امتحان كامل. علاش؟ لقيت امتحان راه اونشيني، وخاصه الناس ديال التكنيسيان كونطاب ولا الناس ديال التي اس جي، راه عندكم ديال الامتحانات اللي هما اونشيني. الاستاذ في ليكزامان فان فورماسيون ليكزامان ديال فان موديل راه تيعطيك تيقول لك دير البيرون دو فيرتو دير الجورنال دير الكرون ليف بالونس سي بي سي الى اخره، يعني واحد لونشينمون اللي هو طويل بزاف، يعني امتحان فيه 3 ساعات 4 ساعات. راك الا غلطتي فشي الا بركتي غير على الصفر وما تافيشاش عندك هنا راه مشاو هذوك ريزيتات سانديس كامل داكشي اللي جا كامل مشارك. يعني فاش نفرابي في واحد العدد نعرف شنو تنكسب، يبان نتبع بعيني شنو تافيشا عندي في لافيشور. هذه هي النصيحه ديال اليوم، جوج ديال لي كالكولاتريس وما تنساوش عشان جوج ديال لي بلون كونطاب. واش عرفتنا هاد النهار عليه النصيحه الفايته؟ النصيحه اليوم كانت جوج ديال لي كالكولاتريس. نتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا، ولا احتجتوا اي حاجه ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في كومونتير ان شاء الله نحاول نجاوبكم عليها. في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هو فيديو رقم 3 غادي نشوفوا لو بيلون ديالنا، غادي نبداو اول ايتا دو سانتيز غادي نشوفوها اللي هي لو بيلون. راه كاين بزاف ما يتقال في لا كونطابلي جينيرال قبل ما نبداو هاد لي ايتا دو سانتيز، ولكن راه مايمكنش نبقاو غادي بهذا الريتم هذا، يعني راه غادي خصنا بزاف ديال الوقت باش اننا يلاه نوصلوا للبيلون. يعني انا حاولت انني نزرب الماكسيموم بوسيبل ونبدا معكم هاد لابارتي ديال لو بيلون اللي غادي تكون الفيديو ان شاء الله الجاي الفيديو رقم 3. نتمنى من الله انكم في الفيديو الجاي ان شاء الله تكون نلقاكم ان شاء الله بخير ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.